السلام عليكم ورحمة الله. أعزاؤنا طلبة وطالبات الثانوية العامة الشعبة الأدبية، لقاء جديد ومادة الجغرافيا السياسية. نتحدث اليوم عن الحدود السياسية، إنه موضوع شائك وموضوع ساخن. يسعدنا أن يصاحبنا في الأستاذ خبير المادة بوزارة التربية والتعليم الأستاذ أشرف عبد المنعم. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد. أهلا وسهلا بحضرتك. لقاء جديد إن شاء الله. النهارده موضوع الحدود السياسية ده موضوع يعني شائك جدا، لأنه هذا موضوع شهد تغيرات عديدة في دول العالم منذ انتهاء الحرب العالمية الأولى، وإلى اليوم لم تستقر تماما الحدود في العالم، فهي تنقسم وتتغير دائما كشأنها وكطبعها. إن شاء الله احنا النهارده عايزين نتكلم على الحدود. هل الحدود هي ظاهرة قديمة أم ظاهرة حديثة؟ وما هي العوامل اللي ساعدت على نشأة هذه الحدود؟ طبعا حضرتك يا أستاذ أحمد لازم نعرف الطالب في البداية معنى كلمة حدود سياسية يعني إيه؟ تمام. كلمة حدود سياسية هي عبارة عن خطوط ترسم على الخرائط تفصل بين الدول بعضها وبعض. هذه الحدود توضح مساحة الدولة. يعني أنا هعرض مثلا خريطة. تمام. الخريطة اللي موجودة عندي دي بتبين لي تمام. الحدود بين الدول بعضها وبعض. أيوه. هنا لو انا بصيت للخريطة زي ما احنا شايفين. أيوه. ادي حدود مصر وادي حدود ليبيا. نعمل لها زوم ان مثلا. مثلا لو احنا عملنا على الخريطة مثلا نوضحها للطالب اكتر. انا هاخد المنطقتين دول اللي اكتر اهمية بالنسبة لنا. تمام. كمثل حدود مصر وليبيا. تمام. الخطوط اللي هي الموجودة ما بين مصر وليبيا بنسميها احنا حدود سياسية. حدود سياسية. خطوط بترسم على الخريطة بتحدد مساحة الدولة، بتحدد سيادتها. بانتهاء الحدود بتبدأ دولة جديدة وتنتهي حدود الدولة. تمام. وداخل هذه الحدود تستغل الدولة كامل الثروات الموجودة على أرضها. إذن الحدود حددت المساحة وحددت الموارد والثروات، وايضا حددت المجال الجوي للدوله والمجال البحري اللي الدوله بتفرض عليه سيادتها، وايضا في المجال البحري اللي بتستغل اذا وجدت فيه ثروات. اذا كلمه حدود وبقول ترسم على الخريطه، فاذا هي ظاهره بشريه، ظاهره بشريه رسمها الانسان. ويا ترى ليه رسمها الانسان؟ بضغط من المصالح السياسيه والعسكريه والاقتصاديه. يبقى معنى كده ان الحدود السياسيه الهدف الأساسي منها بتفصل ما بين الدول على أساس تحدد المصالح السياسية لكل دولة، وتحدد كمان المصالح الاقتصادية، وأيضا تحدد لي أيضا الموارد الموجودة وكيفية استغلالها. ولذلك الحدود بتعتبر هي النقطة اللي بتنتهي عندها الدولة وتبدأ منها دولة أخرى أو دولة جديدة، سيادة دولة جديدة. نعم. إذن هي ظاهرة بشرية. يعني احنا بنقول للطالب لو كتب ورانا مثلا سؤال، تعد الحدود بما تفسر؟ تعد الحدود ظاهرة بشرية. نعم. ووضعت نتيجة تشابك المصالح السياسية والاقتصادية بين الدول. نعم. ايضا عندنا تعريف الحدود السياسية، يعني احنا ممكن ناخد من التعريف نقاط معينة من التعريف بتاعنا اللي موجود في كتاب المدرسة، انها اولا خطوط ترسم على الخريطة، ثانيا أنها تتمتع الدولة فيها بالانتفاع واستغلال الأرض الواقعة داخل تلك الحدود، ثالثا أنها تنتهي عندها سيادة الدولة لتبدأ سيادة دولة جديدة، رابعا أنها لابد أن يعترف بها الدول صاحبة العلاقة أو التي في جوار الدولة، ويعترف بها أيضا المجتمع الدولي. يبقى ده تعريف الحدود السياسية كما نص عليه كتاب المدرسة. احنا واخدينه معاك في نقاط، يعني عملناه 1 2 3 4، وده طبعا للتيسير عليه. طيب هنا نأتي إلى خصائص الحدود السياسية. أن للحدود السياسية يا أولاد سمات وخصائص، زي ما الأستاذ أشرف قال، هي يعني تحدد المساحة التي تفرض عليها الدولة سيادتها، أيضا تحدد الموارد السطحية والموارد الباطنية والموارد البحرية التي تستطيع الدولة أن تستغلها أو تستغل هذه الثروات. ثالثا أنها تحدد المجال الجوي والمجال البحري الخاضع للدولة. يا أولاد الجو يعني سماء الدولة عبارة عن حدودها، لابد أن يستأذن من يدخل هذه السماوات أو سماء الدولة. أيضا مجالها البحري لابد أن يستأذن كل دولة لها من 50 ميل، 12 ميل، 100 ميل بحري حسب الاتفاقيات ما بين الدول أو الاتفاقيات الدولية،
هذا مجال بحري لا يمكن لأي دولة ذات سيادة تسمح لدولة أخرى بتخطي هذه الحدود دون استئذان. طيب احنا عايزين دلوقتي، كان عندنا اعتراف قديم، كيف كانت الحدود قديما بين الممالك وما بين الدول؟ نعم. هل كانت خطوط على الخريطة؟ لا 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 أستاذ أحمد، كان زمان قبل ما تظهر الحدود طبعا السياسية، احنا قلنا ان هي ظاهرة حديثة وظاهرة بشرية، كان قديما ما يسمى باسم التخوم. ما المقصود بالتخوم؟ هاي. التخوم أستاذ أحمد، انا هفترض ان هنا دي دولة وهنا دي دولة اخرى، تمام، دي هنا دولتين، الدولة بتترك مكان والدولة الاخرى تترك مكان، فاصل ما بين الدولتين. الكلام ده كان سائد امتى؟ كان سائد في العصور القديمة، تمام، زي الحدود ما بين التخوم ما بين الامبراطوريه البيزنطيه مثلا والامبراطوريه الفارسيه. تمام. نذكر او الدوله العربيه، كانت هناك صحراء باديه الشام، نعم، ما بين الدوله البيزنطيه والدوله العربيه الاسلاميه. نعم. ولذلك التخوم يفضل انها تسير في مناطق تكون فيها غابات، تكون فيها صحاري، مناطق قليله في الايه؟ في السكان، مناطق توجد بها ظواهر جغرافيه. ولذلك ما بيجي يعرف التخوم يقول هي ظاهره جغرافيه. تمام. لها مساحه. أيوة. لها طول. لها عرض. تمام. لا تنص عليها اتفاقية دولية، يعني ليس لها إطار قانوني. ما دام مساحة بين دولتين يبقى إذن موجود فيها موارد. موارد. توجد بها موارد، هي ظاهرة ثابتة، لأن الصحراء عمر مكانها ما هيتغير. تمام. هو المكان نفسه ثابت، أقصد مكان الصحراء ثابت. مكان الغابة حتى وإن الإنسان أزلها وحل محلها الزراعة، ولكن المكان يظل موجود. إذن الحدود التخوم هي ظاهرة ثابتة لا تتغير، يوجد بها سكان، والسكان توجههم بيكون توجه خارجي لأنهم موجودين في مناطق فاصلة ما بين دولتين. هي التخوم وصل ما بين دولتين، لكن المكان نفسه انتماء السكان لا يكون لأي من الدولتين، فتوجههم بيكون توجه خارجي. إذن لو احنا لخصنا الكلام ده أستاذ أحمد مثلا وكتبته هنا للطالب وقلت له مثلا التخوم أركز فيها في إيه؟ طيب نعمل زوم اوت عشان هاي. تمام كده احنا عندنا المقارنه ما بين التخوم والحدود. تمام. يعني مثلا انا هكتب الاول اللي هي مثلا التخوم، وهتكلم عن الحدود السياسيه. تمام. انا هفصل ما بين الاثنين بالنسبه للتخوم والحدود السياسيه، ونبدا بتعريفهم. نعم. مثلا اول حاجه هنا انا بتكلم عن التخوم، بقول هي ظاهره جغرافية، تمام، لكن هنا ظاهرة سياسية بشرية وسياسية. بشرية. تمام. نعم. تمام. يعني هنا جغرافية، هنا ايه؟ بشرية. هنا تمام. من صنع الانسان، هنا مكان قلنا مكان بيكون خالي تقريبا او نادر السكان او قليل السكان. تمام. هنا بنقول لها مساحة، لها طول وعرض، هنا ده هنا لا تتعدى خطوط متقطعة. سنتيمترات. خطوط متقطعة على يعني خطوط متقطعة على اللي هي الايه؟ على الخريطة. هنا بها موارد، هنا نادرا ما يوجد بها موارد. طبعا التخوم لانها مساحات، لان موارد. هنا فيها مساحات، فيها موارد، موارد ثروات. هنا نادرا ما يوجد بها ايه؟ موارد. قد يوجد ما على الحدود السياسية ولكن ليس على الخط نفسه. تمام. ممكن يكون في المنطقة نفسها. يبقى هنا بنقول ظاهرة جغرافية، هنا بشرية، لها مساحة، لها طول، لها عرض، هنا لا تتعدى السنتيمترات. ده الأساس فيها إن هي موارد. هنا بتكون نادرة الإيه؟ الموارد، أو خالية من الموارد. هنا في الجزء ده لا يشترط لها إطار قانوني. تمام. لا، هنا لازم لابد من إطار قانوني. لماذا؟ لأنها تفرض بناء على اتفاقية، معاهدة أو اتفاقية. نعم. تمام. يبقى هنا في أساس قانوني، هنا لا يوجد أساس قانوني. أساس قانوني. هنا السكان توجههم توجه، السكان توجه خارجي، هنا يعني السكان توجه داخلي. ليه؟ لأن بقى في حدود كل فرد منهم تابع لدولة ما، فأصبح هنا توجه السكان توجه إيه؟ توجه داخلي في الحدود السياسية، لكن في التخوم التوجه توجه إيه؟ خارجي. هنا قلنا ظاهرة ثابتة، ولكن الحدود السياسية تتغير على حسب قوة أو ضعف الدولة. وزي ما حضرتك تفضلت وعطيت المقدمة الجميلة لحضرتك إن خريطة العالم السياسية
بتتغير بشكل مستمر. قد تكون هذه التغيرات سريعة وقد تكون بطيئة، ولكن الحدود بين الدول قد تتغير مع مرور الزمن. خدنا شفنا الاتحاد السوفيتي وفي اواخر التسعينات كانت النهايه او في اواخر القرن العشرين انهار الاتحاد السوفيتي. طيب بدون يعني اقطع حضرتك، احنا معانا خريطه او معانا فيلم بيوضح كيف تغيرت الحدود في قاره اوروبا. نعم. مثلا نعم، فهنشوف بقى الحدود ازاي تغيرت في قاره اوروبا، بيوضح التغير كيف نشأ وكيف استمر التغير إلى اليوم. الحدود السياسية تتميز بأنها حدود متحركة متغيرة لأنها طبيعة إنسانية وتخضع لظروف سياسية. نعم. طبعا هنشوف الفيلم قدامنا دلوقتي بيوضح هذا إن شاء الله. المخرج هيجيبه لنا دلوقتي، أهو فيلم قدامنا بيوضح التعديلات اللي تمت في الحدود عبر الزمن، يعني من بعد الحرب العالمية الأولى شهدت دول العالم خاصة أوروبا تغيرات في خريطة العالم. نعم، ويمكن حضرتك زي ما تفضلت قلنا الاتحاد السوفيتي زمان شوف كان بينضم ليه كام دولة، النهاردة انقسم وأصبح عدة ولايات، وطبعا ده بيبين إن الخريطة في أوروبا أصبحت بتتغير. يعني احنا شفنا مدى التغير في قارة واحدة من القارات في الحدود ما بين الدول، ولا زال التغيير مستمر. يعني اوروبا مثال لتغير الحدود، وكذلك على حال اسيا وافريقيا والامريكتين. نقدر نقول ان التغير سمة الحدود السياسية. هل التخوم تتميز بالتغير؟
هنا التخوم يا استاذ احمد، لما قلنا ان هي مناطق انتقاليه او مناطق خاليه من السكان او مناطق قد تكون فيها صحاري او قد تكون غابات، كانت لا تتسم بنفس السمه التي يوجد بها الحدود السياسيه في هذا العصر. الحدود السياسيه نشات نتيجه متغيرات، ونشات نتيجه تحول التخوم نفسها الى حدود سياسيه. هناك عوامل عده اثرت في تحول التخوم الى حدود سياسيه، ويمكن هنتناولها في الشرح بالتفصيل. فهنا هناك فارق شاسع ما بين التخوم وبين الحدود السياسية. لماذا؟ لأن الحدود السياسية هي أكثر تغيرا من التخوم. تمام. نعم. طيب احنا كده عندنا يعني مقارنة ما بين الحدود والتخوم. نعم. تحدثنا فيها عن ثبات التخوم وتحرك الحدود، أن التخوم أقاليم جغرافية بينما الحدود هي نقاط على الخريطة. نعم. وأنها تستند إلى ظاهرة أو تستند إلى سند قانوني، ده بالنسبة لاتفاقيات الحدود، أما السياسة. التخوم فلا تستند أو ليس لها أساس قانوني. طيب يعني الطالب، أعزائنا الطلبة، احنا بنهتم بالمقارنة أو بالمقارنات، ومنها مقارنة شهيرة جدا وهي التخوم والحدود، ودي اللي مذكورة برضو في كتاب المدرسة بشيء من التفصيل. هو هنا طيب. أستاذ أحمد يمكن لو هو أدرك نقطة حضرتك، بس معانا تليفون عشان أبنائنا الطلاب ما يستنوش يعني على التليفون. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا استاذ اشرف؟ والله يسلمك. اهلا وسهلا. ازيك يا استاذ احمد؟ اهلا وسهلا يا فندم. لو سمحت انا عندي ثلاث اسئله عن النتائج. اتفضل. الوحده الاولى والتمهيديه. تمام. والعلاقه، سؤالين علاقه. تمام. واحد، النتائج التطور التكنولوجي بالنسبه لعناصر قوه الدوله. تمام. ايوه. تركز، السؤال الثاني، تركز سكان الدوله في جهات محدده. تمام. السؤال الثالث، وجود مناطق مرتفعة بالدولة. تمام. طيب. العلاقة بينها الثورة الصناعية والجغرافيا السياسية. الثورة الصناعية والجغرافيا السياسية. والجغرافيا السياسية. علاقة الجغرافيا السياسية بعلم الجغرافيا. طيب، متشكرين ليك يا محمد. وتابعنا هنجاوب على أسئلتك حالا. السؤال الأخير كان بيقول علاقة الجغرافيا السياسية بعلم الجغرافيا. تمام. طيب احنا يعني بالنسبة للتطور التكنولوجي، بالنسبة لعناصر قوة الدولة، أن التطور التكنولوجي أدى إلى التحسين من عناصر المناخ السيء او من المناخ السيء، من بعض عناصر قوه الدوله منها المناخ. التطور التكنولوجي ادخل تحسينات على المناخ السيء باستخدام التكييفات والبيوت البلاستيكيه، الصوبات الزراعيه، ده حسن من الاثار السيئه للمناخ السلبي لبعض الدول، وهذا من عناصر القوه. ايضا يحسن من اثار الموقع السيء التطور التكنولوجي بواسطه طرق المواصلات، بواسطه استخدام اساليب حديثه في الانتاج. هذا بالنسبة للتطور التكنولوجي. أما الجزء الثاني كمان يا أستاذ أحمد، اللي هو إن كانت الأساس المكون المادي هو أساس العملية الإنتاجية في القديم، ولكن مع حدوث التطورات التكنولوجية أصبح المكون المعرفي هو أكثر أهمية من المكون المادي، وأصبح المكون المعرفي اللي هو التكنولوجيا هي الأساس أو العنصر الحقيقي في العملية الإنتاجية. تمام. يبقى أدخلت برضو تحسينات على أساليب الإنتاج باستخدام التكنولوجيا. أما تركز السكان في جهات محددة فهذا يؤثر سلبيا على عدم استغلال الموارد بالشكل الكامل أو بالشكل المثالي كما يحدث في بعض الدول العربية. أما وجود مناطق مرتفعة في الدولة فتعتبر مناطق إشراف أو تعتبر مركز قوة للدولة، من حيث أنها لها مميزات في الدفاع ولها مميزات أيضا في الحماية، بالإضافة إلى استغلالها اقتصاديا في السياحة، سواء التزلج على الجليد أو الاصطياف، يعني تحسين المناخ برضو. طيب أستاذ أشرف، بالنسبة كمان الجانب الإيجابي، يعني هنا في المرتفعات لازم نذكر فيها الجانب الإيجابي والجانب السلبي. تمام. يعني زي ما حضرتك تفضلت، بالنسبة للجانب الإيجابي قد تستغل كمصدر للدخل للسياحة ومصدر للقوة وعنصر استراتيجي في الدولة. تمام. ولكن ليها جانب سلبي، ان هي ممكن تفصل بين اجزاء الايه الدولة نفسها وتعوق عملية التنمية. نعم. وتعوق الاتصال يعني. نعم. تمام. طيب الثورة الصناعية وعلم الجغرافيا السياسية. هو طبعا الثورة الصناعية يا استاذ احمد اثرت بشكل كبير جدا في تطور الجغرافيا السياسية.
بمعنى ان الجغرافيا السياسية بعد حدوث الثورة الصناعية حدثت لها عدة متغيرات كثيرة جدا، واصبح يسود العالم هو النظام الرأسمالي، القوى الاقتصادية الكبرى. وبالتالي عند سيادة النظام الرأسمالي اصبح ان هذا النظام يسيطر ويهيمن على دول العالم الثالث، فاصبح هنا تغيرت خريطة العالم السياسية وتغيرت النظرة للكرة الأرضية، واصبح يسود العالم نظام رأسمالي، بالإضافة انها تطورت النظريات الاستراتيجية في الجغرافيا السياسية من نظرية برية الى بحرية، او من بحرية البرية الجوية الى الان اصبحت النظرية النووية. وطبعا هو خد عنده تطبيق نظرية ماكندر. نعم. طيب علاقة الجغرافيا السياسية أمها علم الجغرافيا. نعم. الأساسي في الجغرافيا السياسية، إيه علاقتها بعلم الجغرافيا؟ الجغرافيا هي العلم الأم. تمام. وهو الذي يمد الجغرافيا السياسية بالمعلومات اللازمة عن المقومات الطبيعية والمقومات البشرية، وهذا ما تدرسه الجغرافيا السياسية. لأن الطالب هنا لو رجع لتعريف الجغرافيا السياسية أستاذ أحمد، وأدرك أن التعريف هو بيدرس فيه المقومات الطبيعية والمقومات السياسية التي تؤثر على وزن الدولة السياسي أو على وزن الدولة وقوتها، وبيأثر في علاقتها الدولية، هيدرك العلاقة الجيدة بين علم الجغرافيا والجغرافيا السياسية. إذن الجغرافيا هي العلم الأم الذي يمد الجغرافيا السياسية بالعديد من المعلومات عن المقومات الطبيعية والمقومات البشرية. إذن العلاقة ما بين الاثنين يا أستاذ أحمد علاقة وثيقة وعلاقة ارتباط. تمام. بنشكر محمد وتابعونا دائما إن شاء الله. معنا تليفون تاني. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا أستاذ؟ أهلا وسهلا. أنا ولية أمر طالب ثالثة ثانوي. أهلا وسهلا. أنا بس كنت حابة أشكر حضراتكم شكر جدا، أنا مش عارفة أقول لحضرتك إيه على المجهود ده الصراحة. الله يخليك، ربنا يكرمك. يعني مجهود عظيم، مجهود إحنا تحت أمركم والله. والله العظيم مجهود. يعني انا ابني مش محتاج درس بصراحه، انا ابني بدخله بقعده قدام التلفزيون ليل نهار، بقول له تابع التلفزيون، بس انا حالتي الماديه ما تسمحليش ان انا اديله دروس. واحنا كلنا في خدمتكم، واحنا كلنا في خدمتكم، وبنشتغل والله تحت اشراف المستشار في وزاره التربيه والتعليم، ومجهود التلفزيون والله احنا تحت ابركم وفي خدمتكم دائما، وان شاء الله هيلاقي معانا مراجعات واخدين المنهج يعني كده معاه بالراحه زي ما بيقولوا، وربنا يوفقه ان شاء الله وينجحه لك ان شاء الله هو وجميع ابنائنا ان شاء الله. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. الله يخليك يا فندم. بارك الله في السيد الوزير، يا ربي صوتي يوصل. انا بجد والله العظيم بشكر السيد الوزير جدا. ربنا يخليك، ربنا يخليك وتحت امرك، وده يعني اقل حاجه احنا بنقدمها لابنائنا في الثانويه العامه. متشكرين جدا لحضرتك. بس بعد اذنك كان عندي اقتراح صغير. بعد اذنك اتفضلي، تحت امرك. كان نفسي الحصه تبقى مثلا ساعتين، يعني ساعه شرح وساعه مداخله في اتصالات اسئله اسئله كده ان شاء الله. طيب احنا ان شاء الله هننقل اقتراحك للساده المسؤولين في القناه، وهم عندهم يعني كلهم اذان صاغيه ان شاء الله يعني ننفذ طلبات حضرتك. ربنا يخليكم جزاك الله خيرا وشكرا جدا. ان شاء الله يا فندم. شكرا يا فندم، تحت امرك، تحت امرك. يعني احنا بنسعى دائما الى ان احنا نقدم احسن حاجه لابنائنا، وربنا ان شاء الله يعني يكلل مجهودنا معاهم بالخير ان شاء الله والنجاح والتوفيق. طيب احنا بنواصل عندنا حديثنا يا اولاد عن الحدود. بنقول ان الحدود هي تفصل بين الدول، ولكنها ليست مانع من الاتصال بسبب الاختلاط ما بين الشعوب، لان الحدود قد فصلت فعلا بين الدول ولكنها لا تفصل بين الشعوب. طبعا الاستاذ المخرج كان محضر لنا فيلم عن الحدود كيف تفصل بين الدول ولكنها لا تمنع الاتصال بين الشعوب. في بعض الحدود الغريبة قد نجد حد من الحدود ما بين الدولتين طريق، طريق بالأسفلت ما بين دولتين. إن شاء الله يكون المخرج مجهز لنا الفيلم ده نتفرج عليه، هيعجب أبنائنا الطلبة إن شاء الله.
طبعا احنا لاحظنا هنا ان الحد موجود، ولكن الشعوب تتصل عبر هذه الحدود، وان كانت هذه صوره لبعض الحدود الغريبه، قد يكون الفاصل بين دوله ودوله خط ابيض صغير كده، او يكون الفاصل بين هذه الدوله والدوله يعني سور لا يتعدى متر او مترين، او يكون طريق اسفلت ما بين الدولتين، وهناك اشاره الى هذه الدوله وهناك اشاره الى هذه الدوله. اذا الحدود هي تفصل بين الدول، نعم، ولكنها لا تمنع الاتصال بسبب الاختلاط بين الشعوب، وده احد برضو الاسئله الهامه اللي عندنا، ان الحدود هي فاصل وليست مانع. فاصل، نعم، هي تفصل بين الدول وليست مانع، لانها لا تمنع الاتصال بين الشعوب. طيب احنا هناخد العوامل المؤثره على نشاه الحدود السياسيه، هناك عده عوامل تحكمت في نشاه الحدود السياسيه. استاذ اشرف، ما هي العوامل التي تحكمت في نشاه الحدود؟ وعايزين نعلق على كل واحد فيهم بالسؤال. هو في البدايه تحولت التخوم الى حدود سياسيه. تمام. ما هي العوامل التي اثرت في ذلك؟ ما هي العوامل التي أثرت في تحول الحدود التخوم بين الدول إلى حدود سياسية؟ أول عامل وعامل مهم جدا أستاذ أحمد، زيادة السكان. تمام. يعني أول عامل العوامل المؤثرة في تحول التخوم إلى حدود سياسية. تمام. أول عامل عندي زيادة او نقول نشأة الحدود السياسية برضه، او السبب في نشأة الحدود السياسية. تمام. السكان. السكان يعني زيادة السكان اثرت ازاي؟ ايوه، السكان زادوا في الدولتين فبدأوا يتوسعوا. توسعوا فين؟ في مناطق التخوم. تمام. فالدولة اضطرت تعمل ايه؟ تعمل خطوط مواصلات ما بين الايه؟ على اساس توصل سكانها، تخدم سكانها. تمام. فتلاقت الايه؟ مصالح الدول. تمام. فما دام تلاقت المصالح كان لابد من وجود ايه؟ خط تحديد يفصل ما بينهم. تمام. ادي الاساس في تحول التخوم الى حدود سياسيه بناء على عامل مين؟ السكان. يعني الطالب اذا متخيل حته ارض، نعم، مثلا اهي دي التخوم، السكان زادوا كده من الدولة دي، وزادوا كده من الدولة دي، وزادوا كده وزادوا كده، إذا لابد هنا أن يلتقي الجميع. أيوه. عند الالتقاء لابد من تحديد الحدود. حدود. تمام. نعم. وهنا يجي يقول لك ما أثر أو ما النتائج المترتبة على زيادة السكان وأثرها في نشأة الحدود السياسية. أدت إلى تحول التخوم إلى حدود سياسية. ويشرح الطالب هنا أن زيادة السكان في كلا الدولتين أدى للتوسع وإقامة خطوط مواصلات، فالتقت مصالح الدول، فكان لابد من وضع خط يفصل بين الدولتين. تمام. يعني برضو لو أبنائنا بيخافوا من سؤال ما العلاقة، نعم، قلنا لهم ما العلاقة بين زيادة السكان والحدود السياسية. نعم. ما العلاقة بين زيادة السكان والحدود السياسية؟ تكون، نعم، الإجابة نفس الإجابة. نفس الإجابة. تمام. العامل الثاني هو رغبة كلا الدولتين في تنمية المناطق الهامشية. تمام. معلش احنا هنستقبل تليفون دلوقتي. في معانا تليفون. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. آية. ازيك يا مستر؟ ايوه، ازيك يا بنتي، اهلا وسهلا. لو سمحت يا مستر، في سؤال، ما الفرق بينه؟ ايوه. هو يمكن حضرتك قلته دلوقتي بس عايزه افهمه كويس. طيب ماشي. زيادة عدد السكان في دول قارة أوروبا والحدود السياسية بين الدول. تمام. تمام. وحدد صحة أو خطأ العبارة. تمام. توجد صعوبة في استخدام الحدود السياسية للفصل بين شعوب تنتمي لأصول عريقة مختلفة. عرقية مختلفة. تمام. شكرا يا آية، وتابعينا هنجاوب على الأسئلة بتاعتك. طبعا زيادة السكان والحدود السياسية الأستاذ أشرف كان لسه بيجاوب فيه دلوقتي، إنها أدت الزيادة السكانية إلى تحول مناطق التخوم في أوروبا، مثل التي كانت تفصل بين ألمانيا وفرنسا في مناطق الغابات، تحولت هذه المناطق إلى مناطق عمرانية، وبالتالي كان لزاما أن تضع الحدود، فتم إلغاء التخوم في مناطق أوروبا وتحولت إلى حدود سياسية. طبعا احنا هناخد عندنا المثال اللي هي كانت موجودة في غابات أوروبا، كانت معظم غابات أوروبا عبارة عن تخوم، تحولت إلى حدود صريحة الآن. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني يا أستاذ أشرف، كانت بتتكلم عن كيف لا تمنع الحدود السياسية أو كيف لا تفصل الحدود السياسية بين أصول عرقية مختلفة.
تمام. أصول عرقية يعني إيه آية؟ يعني سكان مختلفين في العرق أو في الإيه في السلالة. هل الحدود بتفصل بين السلالات؟ بنقول لا طبعا، لأن طبعا الحدود قد ترسم على الخرائط وتحدد، ولكن زي ما شفنا في الفيلم السكان دائمي التنقل ودائمي الاختلاط ودائمي الانتقال من مكان لمكان، فبالتالي نادرا أو قلما ما تفصل الحدود السياسية بين شعوب وقوميات مختلفة. زي ما اتفقنا انها لا تمنع الاتصال بين الشعوب. نعم تمام، حتى وان اختلفت الاعراق، حتى وهي موجوده يا استاذ احمد. ده وجود الحدود السياسيه النهارده بتجد بعض السكان المصريين او بعض الشعب المصري في دول الخليج العربي، وبعض الخليجيين في مصر، وليبيين في مصر، ومصريين في ليبيا، السودان موجودين، والسودانيين في مصر، وابنائنا في مصر في السودان. فاذا هنا انسان دائم التنقل ودائم الايه الحركه، عشان كده بيقول نادرا ما تفصل الحدود بين قوميات او بين شعوب مختلفه. وحتى في الاصول العرقيه في امريكا الشماليه الفصل يعني ان هي تمنع التنقل. حتى نعم. في امريكا الشماليه نجد ان السكان في الجنوب يميلوا الى العناصر اللاتينيه التي تسكن في المكسيك. نعم. وليس هناك، لم تمنع الاتصال بين المكسيك والولايات المتحده الامريكيه. نعم. رغم اختلافهم في الاصول العرقيه. نعم. طيب حضرتك بنكمل برضو العوامل المؤثرة على نشأة الحدود السياسية. نعم. كنا مسكنا العامل الثاني وهو رغبة الدولتين في تعمير المناطق الهامشية. الهامشية. كلا الدولتين يا أستاذ أحمد غير راضي عن الوضع الموجود، إن تفضل التخوم رغم ما بها من ثروات مناطق مهملة. تمام. فبدأت تظهر ثروات حيوية مثل البترول والغاز الطبيعي وغيره من الثروات في مناطق الإيه؟ التخوم. فبدأت الدولة تهتم بهذه المناطق، وعندما اهتمت بهذه المناطق ووجدت الثروات أيضا كان لابد من وجود حد يفصل بين الدولتين على أساس لا تحدث منازعات بين الدول بعضها وبعض. يبقى العامل الثاني إيه هو؟ الرغبة في تنمية المناطق الهامشية. تمام. طيب ده العامل الثاني. العامل الثالث، العامل الثالث عندي هيبدا يتكلم عن المعاهدات. وهنا المعاهدات يا استاذ احمد عامل مهم جدا 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 جدا. ليه؟ المعاهدات المنعقده بين الدول هي تحدد الحدود بين كل من دولتين او كلا الدول او كل من الدولتين على اساس ايه؟ حتى لا تطغى دول ضعيفة دولة قوية على دولة قوية على دولة ايه؟ ضعيفة. ضعيفة. تمام. يبقى هنا في اساس اهو في المعاهدة، هي اتعملت اساسا ليه؟ حتى لا تعتدي دولة قوية على دولة ضعيفة. ولذلك المعاهدات اما بيجي يحددوا فيها الحدود لابد ان يكون الحد محدد تفصيليا. يعني موجود بكل دقة. تمام. موجود بالتفصيل، بيسير ازاي وماشي في خط مستقيم وبيتعرج فين. تمام. وبيتعرج لمسافة قد ايه، كل ده لازم يكون واضح جدا في مسألة الايه الحد ونصه في المعاهدة حتى يقلل من المنازعات. يبقى كده عندي ايه ثلاث عوامل اثرت في تحول التخوم الى حدود ايه؟ حدود سياسية. العامل الرابع عندي وهو الاستعمار. كيف اثر الاستعمار في الحدود السياسية؟ الحدود السياسية نشأت نتيجة او احد الاسباب الرئيسية في نشأتها هو الاستعمار. لماذا؟ لان الاستعمار عندما خرج وترك مستعمراته قام بتقسيم الدول، فهنا قام بتصفية مستعمراته يا استاذ احمد، فكانت النتيجة هي حضرتك الاستاذ المخرج السياسية. بس يحضر لنا الفيلم بتاع تصفية المستعمرات. نعم. يعني اتفاقية سايكس بيكو. نعم. احنا كنا جايبين فيلم ليها. طيب حضرتك بالنسبة لتصفية المستعمر. نعم. الطالب عنده في صفحة 78 نعم خريطتين للعالم. نعم. الخريطة الأولانية بتوضح، لو هو بص معانا الطالب على أفريقيا، بتوضح غرب أفريقيا معظمه واخد اللون الموف ومكتوب أفريقيا الفرنسية الاستعمارية. نعم. استعمار فرنسي. يعني مساحة غرب أفريقيا كلها. حينما ذهب هذا المستعمر وجدنا في تطور الخريطة بقى في 2015 إن وجدت حوالي أكتر من 11 دولة. هو كل كان يعني بص حضرتك هو الاستعمار صنع تلك الحدود. نعم.
كلها في غرب افريقيا حينما اراد ان يجلو عنها. يعني كل دوله كانت تستقل وكل مجموعه سكانيه كانت تستقل وتقوم برسم حدود سياسيه تصبح دوله مستقله. الاستعمار سبب رئيسي في الحدود السياسيه وسبب رئيسي في وجود المشكلات السياسيه. يعني طيب احنا كده تاكدنا ان للمستعمر دور في ترسيم الحدود. نعم. في قارة مثل أفريقيا. نعم. وقارة مثل آسيا. نعم. طيب احنا هنشوف اتفاقية احد الاتفاقيات او فيلم بيوضح كيف كان الاستعمار سببا في ترسيم بعض المناطق الحدودية من خلال بعض الاتفاقيات التي كانت يطلق عليها اتفاقيات استعمارية لتقسيم الممالك او الحدود بين الدول. يعني ده كان مشهد بيصور كيف اتفق الاستعمار على تقسيم مناطق الشام، وطبعا الشام ده كان دولة واحدة أو كان عبارة عن دولة كبرى قسمت بقى إلى سوريا ولبنان والأردن وما زالت الدول الكبرى تلعب دورا رئيسيا في تقسيم الدول. في تقسيم الدول. أي تمام، لصنع خرائط خاصة الاستعمار. نعم. طيب حضرتك ننتقل الى جزء اخير وهو الحروب. الحروب كيف كانت الحروب سببا في ترسيم الحدود او في وضع الحدود في الحروب يا استاذ احمد؟ العامل الخامس عندي وده عامل مهم جدا جدا، الحروب كانت نتيجتها ايه؟ في غالب وفي مغلوب. تمام. فهنا ما دام بقى في حدود غالب وفي حدود مغلوب، اذا نشأت حدود سياسيه، وايضا نشأت حدود الهدنه اللي هتتحول بعد ذلك او بعد فتره من معينه من الوقت الى ظاهره الحدود الايه؟ السياسيه. تمام. وده الكلام ده حصل امتى؟ بعد نهايه الحرب العالميه الاولى والحرب العالميه الثانيه بدأت خريطه العالم تتشكل بشكل كبير. يمكن حضرتك لاحظت عده تغيرات بعد انتهاء الحرب العالميه الثانيه. انقسمت المانيا الى قسمين، المانيا الشرقيه والمانيا الغربيه، ثم اتحدت ألمانيا بعد ذلك. تمام. في النصف الثاني من القرن العشرين. تمام. اتحدت ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية تحت اسم ايه؟ تحت اسم ألمانيا. تمام. مين اللي عمل الكلام ده؟ الحروب كانت سبب رئيسي. لماذا؟ لأن ألمانيا الشرقية كانت تابعة للاتحاد السوفيتي. تمام. ورفع العالم السوفيتي على ألمانيا. تمام. وبعد انتهاء الكلام انتهاء الحرب وزوال أثر الحروب، بدأت ألمانيا تتحد مرة أخرى تحت مسمى الاسم القديم وهو ألمانيا. تمام. فهنا أصبحت الحروب بتلعب دور مهم جدا في نشأة الحدود بين الدول. أيضا حدود الغالب وحدود المغلوب كان لابد من وجود فاصل ما بين الحدودين حتى برضو لا تطغى دولة على دولة أخرى. حدود الهدنة. نعم. بين الكوريتين أصبحت الحدود المتعارف عليها. نعم. الحدود في جنوب السودان بين دولة جنوب السودان ودولة شمال السودان. نعم. كانت حدود هدنة. نعم. ثم أصبحت الحدود السياسية الموجودة لدينا. نعم. تمام. طيب احنا عندنا يعني بنقول برضو للطالب يخليه معانا على الشاشة، هنبين له بعض الأسئلة اللي احنا خدناها النهاردة، بنعرف له الحدود السياسية في تعريف قدامنا اهو، انها خطوط بترسم على الخريطه لتحديد الرقعه الارضيه لتمارس عليها الدوله سيادتها، تتمتع بها الدوله بحق الانتفاع واستغلال الرقعه، تنتهي عند هذه الحدود سياده الدوله، ثم لابد من الاعتراف الدولي بها. ايضا خصائص الحدود السياسيه هي تحدد المساحه الارضيه اللي بتفرض الدوله عليها سيادتها، انها تحدد المجال الجوي والبحري التابع لسياده الدوله، أيضا تحدد الموارد الأرضية السطحية والباطنية والبحرية التي تسيطر عليها الدولة. هناك تعريف للتخوم أنها مناطق جغرافية لها مساحات ذات بعدين طول وعرض، وهي نطاقات انتقالية كانت تفصل بين الدول والممالك قديما، أنها لم تكن تابعة لدولة من الدول وغير ممسوحة، يعني مش معروف قدرها المساحي بالضبط، وكانت مجرد مناطق نفوذ، وهي مناطق صعبة غير صالحة للاستيطان كالصحاري أو الغابات في أوروبا. أيضا هناك عوامل مؤثرة في نشأة الحدود السياسية كما ذكرنا، عندنا المعاهدات المبرمة بين الدول،
هذه المعاهدات كان لها دور واضح في ترسيم الحدود، فسر ذلك حيث أنها ظهرت الحدود الخطية لإبرام هذه المعاهدات. كثيرا من حدود العالم اليوم جاء نتيجة تحديدها بناء على معاهدة خشية طغيان دولة قوية على دولة ضعيفة. برضو احنا عندنا الحاجة الى تنمية المناطق الهامشية وعدم الرضا بها. ما نتائج رغبة الدولة في تنمية مناطقها الهامشية، او بما تفسر دفعت الرغبة في تنمية المناطق الهامشية الى رسم الحدود؟ يعني بندي لك اكتر من صورة للسؤال، والإجابة واحدة، أن الدولتين المشتركتين في الجوار لجأوا إلى تنمية هذه المناطق الهامشية واستغلالها، وبالتالي ترسم الحدود الخطية أو ترسمها على اليابس أو البحر الذي يقع بين الدولتين. تصفية المستعمر لمستعمراته زي ما اتكلمنا، بنقول إن هي ما نتائج تصفية المستعمر للمستعمرات؟ نشأت العديد من الحدود الخطية مثلما الحال في أفريقيا، المستعمرات الفرنسية والإنجليزية والإيطالية. أيضا لدينا الحروب، وقلنا إن الحروب كان لها أثر على نشأة الحدود الخطية، حيث أثرت على حدود الغالب والمغلوب وعلى حدود الهدنة التي أصبحت بمثابة حدود سياسية. أيضا لدينا زيادة السكان، إن الزيادة السكانية أو ما النتائج المترتبة على الزيادة السكانية أو دفعت الزيادة السكانية إلى تحويل التخوم إلى حدود، أنها دفعت الدول إلى التوسع، ومع تقدم المواصلات سهلت التوسع مما أدى إلى التقاء الدول في مناطق التخوم عند نقطة ولابد أن يحدد فيها الحدود الخطية، مثل غابات أوروبا التي كانت تخوما بين الدول، ومع زيادة السكان عادت مرة أخرى أو أصبحت حدود سياسية. أستاذ أشرف، إحنا نقدر نقول أن حدود مصر كانت خاضعة لاتفاقيات واضحة وصريحة. فالحد الشمال الشرقي قد حدد في عام 1906 باتفاقية ثابتة مع إنجلترا التي كانت تحتل هذه المناطق وقتها. كان 1906 يمكن الدولة العثمانية كانت ما زالت موجودة، وتم تحديده اللي هي الحد اللي هو الشمال الشرقي. تمام. والحد الجنوبي كان السبب في إنجلترا. إنجلترا. اللي هو اتفاقية الحكم الثنائي في عام 1899. وتم الاتفاق على أن تكون دائرة عرض 22 شمالا هي الحد الفاصل بين مصر وبين السودان. أيضا الحد الغربي حدد في عام 1925 بين إيطاليا التي كانت تحتل ليبيا، ومصر وقتها. يبقى هنا ينتج أن الحدود السياسية إنما تخضع لاتفاقيات ووثائق ومعاهدات مبرمة بين الدول. تمام. وده كان السر ان مصر حصلت على طابة حينما استندت على الاتفاقيات القديمة والتي نصت على ان الحدود تسير من الشرق من طابة حتى الشرق من رفح المصري في مسافة 210 كيلو. فكان هذا المعاهدة او هذه الاتفاقية صريحة لعودة طابة مرة اخرى الى مصر. طيب احنا عايزين ننتقل الى جزئية اخرى، وهي كيف يتم تحديد الحدود السياسية؟ هل هناك طرق لتحديد الحدود السياسية؟ هناك أربع مراحل بيتمر بيها الحدود السياسية يا أستاذ أحمد. المرحلة الأولى يا أستاذ أحمد بتعتبر عندي مرحلة، يعني ما أجي أتكلم كده بقول المراحل التي تمر بها الحدود السياسية. يا ترى إيه المراحل اللي بتمر بيها الحدود السياسية؟ أول مرحلة اسمها مرحلة التعريف. تمام. بيسموها كمان التخطيط. مرحلة التعريف يا أستاذ أحمد والتخطيط هي المرحلة اللي بتكون في المعاهدة نفسها، هي مرحلة المعاهدة، بحيث ينص نص صريح في المعاهدة على الحد الذي يفصل بين دولتين، زي ما المثال اللي احنا زي قلنا ما دلوقتي تفضلت كده، زي ما مثلا قلنا كده حدود مصر. حدود مصر الجنوبية تسير مع دائرة عرض 22 شمالا، وهذا وهذه الدائرة تسير في خط مستقيم بداية من جبل العوينات عمودي حتى سواحل البحر الأحمر. يعني يكون عمودي على سواحل البحر الأحمر. وده اللي بيبين ان كل ما هو شمال هذا الخط هو تابع لمين؟ تابع لمصر. انت حضرتك عايز تأكد
معلومة أن حلايب وشلاتين دي مصرية لوقوعها نعم. شمال دائرة عرض 22. طبعا ده موضوع مجرح، احنا حتى ما بنتكلمش فيه ليه، لأن هي بالفعل هي مصرية، يعني فما فيش حاجة كده تعتبر بديهية. نعم. لأن أنا حاسس أن بعض الطلبة عايز يسأل، طب وما فائدة الحدود في مشكلة مثل حلايب وشلاتين؟ لقد نصت على أن كل ما يقع شمال دائرة عرض 22 هو مصر. نعم. وهذه الحدود تقع شمال دائرة عرض 22، إذن بديهيا أنها مصرية 100%. نعم. طيب وكل ما يقع جنوب هذه الدائرة هو تابع لمين؟ تابع للسودان الشقيق. تمام. فإذا هنا الموضوع واضح. أيضا هنا عندما يعرف الحد تعريفا واضحا ويكون تفصيليا بيقل النزاع بين الدول. مظبوط. ولذلك لما يبدا الحد هنا يقول لك ايه، ويسير في خط مستقيم عمودي على ساحل البحر الايه الاحمر، فمعنى كده ان الخط نفسه خط ايه، خط مستقيم يعني غير متعرج. ايضا كل ما كان الحد اكثر تفصيليا قلنا كل ما كان فرص اللي هي الايه الاحتكاك والنزاع بين الدول كل ما كانت ايه، كل ما كانت ضعيفه هذه الفرص. تمام. النقطه الثانيه هي نقطه التحديد. خلاص الحد يبقى دي المرحله الثانيه. يبقى المرحله الاولى وضع المعاهده. ايوه اللي هو المعاهده في التعريف. المرحله الثانيه التحديد. في المرحله الثانيه في التحديد هيعمل ايه؟ تقوم لجنه من الجغرافيين ومعها خرائط تفصيليه ومعها صور جويه ومعها صور من الاقمار الصناعيه او خرائط من الاقمار الصناعيه. يعني حضرتك عايز تقول لي ان التقنيات الحديثه لها دور في رسم الحدود؟ طبعا ليها دور في رسم. تمام. يعني ننبه الطالب ان ما العلاقه بين التقنيات الحديثه والحدود السياسية؟ تساهم في مرحلة التحديد. نعم. تمام. وبتساهم في حاجة تانية، في حماية الحد. تمام. وحماية الحد ده هيجيبها بقى من بعد الأول. بعد كده. تمام. وكمان تساهم في نظرية سقوط الحد الآمن. تمام. يعني لو هنتكلم عن التطور بصفة عامة، يعني عملتي ثلاث حاجات. طب احنا عايزين نبقى نجمع السؤال ده في حلقة من الحلقات. ان شاء الله. فهنا في مرحلة التحديد يا استاذ احمد بنجد ايه؟ تقوم لجنة من الجغرافيين معها خرائط تفصيلية. وتزور هذا المكان، يعني بتنزل بالفعل وتبدا تحدد على الخريطه وتنزل تشوف المكان ده اذا وجدت بعض النقاط مثلا زي مزرعه تمام تابعه لاحدى الدولتين، يبقى هنا بيتم تغيير مسار الحد. ليه؟ لتلافي وقوع في المشكله. فهنا في هذه المرحله يتم تعديل الحد، يتم تغيير مسار الحد، لان في النهايه المزرعه لا تتعدى مئات الايه مئات الامطار. تمام. ففي مرحله التحديد قد يتم تعديل مسار الحد بالاتفاق بين الدولتين. بين الدولتين. تمام. نعم. انا شفت الكلام دوت في الحد الشرقي، الحد الغربي لمصر. نعم. خط 25 له انحناء في الشمال. في الشمال وهو مصر. خط طول لابد. نعم. ان يكون مستقيم. نعم. فله انحناء في الشمال. نعم. عشان خطوط تقسيم المياه بين واحد سيوة وجغبوب. نعم. الليبي. مظبوط. تمام. تمام. طب يا اولادي احنا بنتكلم عن حاجه بتبقى واقعيه وموجوده. نعم. دي يعني الحدود السياسيه امر شائك زي ما قلنا وساخن جدا يعني. نعم. طيب المرحله الثالثه وهي مرحله التعيين. نعم. تعيين الحد يعني انزل وابني الحد بقى. طيب بمناسبه ان احنا نبني الحد، المخرج جايب لنا حد بني قديما انما احد عجائب الدنيا السبع. نعم. ان شاء الله الاستاذ اشرف يجيب لنا الحد بتاعنا، احد الحدود الهامه جدا. طبعا يعني ده كان ابسط تعبير عن مرحله التعيين. حضرتك بقى فسرها لنا جغرافيا مرحله التعيين. مرحله التعيين بيتم الاستفاده من الخرائط. أيوة. التفصيليه. وبيتم الاستفاده من تقارير الجغرافيين، ثم يقوم وطبعا المعاهدات، نص المعاهدات، يبقى ثلاث حاجات بيستفيدوا منهم، نص المعاهده والخرائط ثم تقارير اللجنه الجغرافيه. تمام. ويقوم برسم الحد.
طريقة تحديد الحد مختلفة، ممكن زي ما شفنا في الفيلم كده يتعمل سور كبير زي سور الصين العظيم. تمام. السور ده امتداده كبير اكتر يمكن من 6000 كيلو متر تقريبا. ايوه. هنا بنجد هنا في نقطة مهمة جدا، التحديد يختلف من دولة لدولة، قد يكون اسلاك شائكة، قد يكون احجار، قد يكون اعمدة، قد يكون اسوار، قد يكون مثلا بعض النقاط العلامات توضع في الارض وتبقى مثبته، لان هي دي اللي هتتخذ بعد كده كدليل على اساس لو اعتدت الدوله على دوله اخرى. فاذا هنا يا استاذ احمد بنجد ان طريقه التحديد تختلف، هناك عده طرق لتحديد الايه اللي هي الحدود السياسيه. تمام. لدينا بيسموها مرحله التعيين. مرحله التعيين وهي نعم. مرحله هامه جدا. نعم. هناك الختام، مرحله الحد، إدارة الحد. إدارة الحد. كيف يدار الحد؟ خلاص احنا عملنا حدود بين الدولتين، كيف يدار هذا الحد؟ لابد من وجود منافذ عبور. تمام. زي مثلا ما بنقول منفذ رفح مثلا. يعني افهم من كده ان إدارة الحد تفعيله. تفعيل او العمل على تنظيمه. تنظيم. تنظيم مرور الافراد، مرور تنظيم الافراد، البضائع، منطقة حرة بين الدولتين. نعم. منافذ. نعم. طب الطالب بيسمع كثيرا في النشرات قامت مصر بفتح معبر رفح. نعم. قامت مصر باغلاق معبر رفح. نعم. يبقى دي المناطق اللي هي منافذ على العبور. نعم. تمام. وهنا يتم تنظيم مرور الافراد وتنظيم مرور الايه البضائع. نعم. لان طبعا ممكن افراد يكونوا خطرين على الامن، وكذلك من الممكن ان تكون البضائع خطره على الامن. تمام. فبنجد هنا لابد من اداره الحد بشكل حازم، ولذلك توجد نقاط تفتيش على طول الحدود، بالإضافة لمراكز عسكرية أيضا على طول الحدود، بالإضافة لوجود لجان فض منازعات على طول الحدود. تمام. وده بيوضح هنا إزاي كيف يدار الحد بشكل جيد. كل ما كان الحد يدار بشكل آمن وبشكل جيد وتحكم الدولة سيطرت عليه، كل ما بيقل اللي هي إيه فرصة مين، فرصة الاختراق. عايزين نختم بسؤال سريع للطالب. نعم. يجاوبه للحلقة الجاية ويرد. نعم. علينا بيه. فضل. صح أو خطأ؟ ضع علامة صح أو خطأ. ضع علامة صح أو خطأ. تمر الحدود السياسية. طبعا مع ذكر السبب. تمام، مع ذكر السبب. تمر الحدود السياسية. ثواني. تمر الحدود السياسية. الحدود دائما السياسية. دائما. دائما. بالمراحل الأربعة. تمام يا فندم. احنا بنشكر حضرتك في نهاية الحلقة، ونتمنى ان شاء الله ان نلتقي في حلقات قادمة. وتعد حضرتك معنا. نتمنى نكون ابنائنا استفادوا منا، واحنا سعداء بمداخلاتهم بشكل دائم، وسعداء كمان باولياء الامور اللي بيتابعونا بشكل مستمر ان شاء الله. ابنائنا الطلبة في نهاية الحلقة، يسرنا ان ندعو لكم بالتوفيق جميعا، وان شاء الله نتلاقى في حلقات قادمة في الجغرافيا السياسية، المادة الممتعة الشيقة. تصبحوا على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.